أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الهجرة الآن إلى بلاد المسلمين تقريبا لها أنظمة إقامة محددة بمدة محددة، هل يجب علينا الهجرة إليها والحالة هذه؟ كما أجبت قريبا، قلت لي ما يستطيع الإجراءات تمنعه، الإجراءات النظامية تمنعه من الهجرة، يكون معذورا حتى يزول هذا المانع. يحاول إلى أن يحصل على ترخيص، يحاول، نعم، ما يجلس يسكت بل يحاول، نعم.